أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، ما حكم من حج من مال جمع بالغش والأيمان الكاذبة في البيع والشراء؟ إذا حج بمال حرام فحجه صحيح مع الإثم، فهو يأثم على المال الذي أنفقه، ولكن إذا أدى المناسك على الوجه المطلوب حجه صحيح، وعليه أن يتصدق بما يقابل هذا المبلغ الذي حج به، تصدق به على المحتاجين ليتخلص من هذا المال وليكون كفارة لما صنع مع التوبة إلى الله عز وجل. إذا كان يقدر على أن يتصدق بمقدار المبلغ الحرام الذي حج به، أما إذا كان لا يقدر فعليه التوبة إلى الله، وحجه صحيح إن شاء الله إذا عد المناسك على الوجه المطلوب. نعم.